السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم غادي ندير معكم ليكيش، وغادي نوريكم الطريقه ديالي. واحد التعميره كنديرها سهله، وكل وحده ديرها في دارها احسن ما نشريهم من المحلات. وغادي نرافقوا مع مع العصير. نبداو على بركه الله. كناخذ الطبيصلات كنستفهم في اللاطه اللي غادي ندخلهم للفران. من بعد غادي نوجد الحشوه ديالنا اللي غادي نديروها. كناخذ البصله والكفته، وحتى ناخذ البصله نقطعها نشلضها كما كتشوفوا معايا. عادي نزيد لها شويه ديال الملحه والابزار وشويه ديال الزيت، ونديرها فوق البوطه تشحر. ومن بعد عاد نزيد لها الكفته حتى تشحر مزيان وتطيب، ونكملوا الطريقه ديالنا. البنات هي الكفته والبصله طابت، غادي نزيد عليها شويه نتاع الزيتون، شويه القزبر والمعدنوس. غادي نحركها ونخليها حتى تبرد، لان غادي نزيد عليها البيض، وما عاديش ندير البيض محدها وهي سخونه، لا نخليها تبرد. غادي ناخذ ثلاثه البيضات نديرهم في السلافه، نزيد عليهم شويه د الابزار، ونحك عليهم شويه نتاع الكوزه. الكوزه لما كانتش بلاتش البنات، غادي نضيف شويه د الملحه، ونزيد عليهم كاس نتاع الحليب. غادي ناخد الفرماج وغادي نحكو على هاد الخليط. البنات عندي الفرماج كان عندي في الفريكو كان متلج، انا غادي نحك الفرماج على الخليط وغادي نرجع نكمل. التعميره ديالنا هي بردات، وغادي نزيد عليها الخليط ديال الحليب والبيض اللي درتو معاكم. غادي نحرك هادشي مزيان، من بعد غادي نعمر به الطبيصلات ليكيش. انا راني درت الفران راه شعلته وخليته يسخن. دابا انا غادي نعمر هاد الطبيصلات وندخلهم للفران، ومن بعد غادي نمشي نحضر العصير اللي غادي يرافقهم. البنات غادي ندير معاكم العصير اللي كناخذ الليمون او التشين كما كنقولوا حنا في هنا في الجهه الشرقيه كنقولوا له التشين. كناخذو كنقطعو سنايف ونزيد عليه التفاح حتى هو قطعو طريفات، ونزيد عليه كاس يعني واحد نص كاس نتاع العصير ديال الحامض. كلشي البنات غادي نديرو في الخلاط الكهربائي. غادي نزيد عليه واحد الكاس نتاع الماء، كاس صغير نتاع الماء، لان هذا الليمون راه كيطلق حتى هو الماء. دابا غادي ناخذ هذا العصير نزيد عليه شويه نتاع السكر. ديروا السكر اللي كل واحد كيدير على حسب المذاق اللي بغى،
كاين اللي كيبغي حلو كاين اللي كيبغي ناقص. من بعد غادي نطحنو شويه، نردو نطحنو ونولي نعصرو، نديرو باش نعصرو يا البنات راه هذا غلط. نولي نصفيه، غادي نولي نصفيه في الصفايه هي. خديت الصفايه صفيتو، الكيش ديالنا البنات ها هما وجدوا كما شفتوا. الطريقه كما قلت لكم سهله وبسيطه، دابا الوليدات كيبغيو بحال هاد المأكولات اللي كيبغيوهم الدراري البنات. يلا نقول لكم بالسلامه، ولكن قبل ما تنساونيش في اللايك وفي الاشتراك في القناه ديالي. مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.